بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتكلم إن شاء الله على طريقة سهلة جدا، إزاي إن أنا أرفع كتاب أو ملف وورد وأحطه على المدونة. ممكن تكون أنت عايز تكتب بعض الكلام وتشرحه وعايز تحط صور، بس إن أنت تعمله على المدونة هتلاقيه هياخد منك وقت، إن أنت هتضطر ترفع صورة صورة وتحطها في مكان محدد، هتلاقي الموضوع ده هياخد منك وقت. كان عندي حاجات مكتوبة في ملف وورد وعايز أرفعها، كان المشكلة إن فيها صور كتيرة، فإن أنا آخد الكلام ده كله كوبي وأحطه، وبعد كده أبدأ أرفع صورة صورة وأحطها في المكان بتاعها مدونة، هتاخد مني وقت كتير جدا. تمام؟ فأنا قعدت أدور على حلول كتيرة، فكان إن أنا أجيب موقع وإن أنا أرفع صورة، وإن أنا مثلا أدور على موقع يكون بيستضيف صور وأحط صور كلها مرة واحدة، وبعد كده أحط صور واحدة واحدة في المدونة، وإن أنا أجيب موقع فيه بيدعم نظام الـ FTP وارفع عليه ملف اللي هيبقى شايفه HTML، ارفعه وارفع معاه الصور، بحيث ان انا لما اخد الكلام والصور يبقوا مرتبطين مع بعض. وقعدت اعمل شويه محاولات كتير جدا. تمام؟ وفي الاخر شفت حاجه بسيطه جدا كانت ممكن تحل المشكله دي، بس طب ده مش هينفع، ان اصلا الموجود في ملف في برنامج الوورد ان انا اعمل بابلش على المدونة على طول. بص، ببلش بلوج يعني هي معمولة أصلا للحاجات زي دي، معمولة ليا، بس للأسف بقى إيه، قدر أنا مش هينفع. باجي هنا وأقول له ريجستر ناو، ورحت مختار المدونة بتاعتي إذا كانت بلوجر أو وورد بريس، وأكتب اسم المدونة بتاعتي واليوزر نيم والباسورد، وبعد كده مجرد إن أقول له ببلش بيروح رافع الكتاب كله بالكلام بالصور بطريقه منظمه جدا. تمام؟ وممكن اختار الكاتيجوري من هنا واظبط كل حاجه من هنا. فصراحه لقيتها طريقه روعه جدا، وطريقه بتوفر الوقت وبتوفر جهد وبتنظم، بدل ما ترفع على المدونه وتلاقي في صوره مثلا عايز تشيلها وصوره حطها وفي تعديلات، لا انا اكتب كله على ملف الوورد ومجرد اقول له بابلش خلاص هتنشر عندي على البلوجر او على الوورد بريس. الطريقه كانت سهله جدا، فحبيت اقول لكم عليها. اخوكم عمر سليم.